انها بدات تصوير سرايا عابدين، وطبعا انا ما شفتهاش بعد اذاعه الحلقات، لازم احييها واقول لها انت ملكه وهتفضلي ملكه، وانت اقول الاساس في نجاح سرايا عابدين. لو سرايا عابدين نجح بجد فلقمه ادائك وخفه دمك وتلقائيتك، وانت الوحيده اللي كان لايق عليكي لبس البرنسس والاميره. لا بجد والله يا يسرى، يمكن انت اضفتي كتير لسرايا عابدين، احنا ما لحقناش نهنيكي لان انت سافرتي على طول، بس جت الفرصه عشان نقول لك الف مبروك، ودايما هي دي يسرى اللي بترفع من قيمه الدراما العربيه. انا بشكرك جدا جدا حبيبه قلبي، وسعيده انه عجب الناس، وكان في كم مشاهده عالي جدا جدا، فسعدت جدا ومبسوطه جدا من التجربه لانها تجربه جديده عليا، مختلفه، شخصيه ما تعرضتش عليا قبل كده، ما عملتهاش في حياتي قبل كده، وكانت مغريه جدا ليا كفنانه ان انا انكش في الشخصيه دي واعملها، فسعدت جدا بيها. احنا كمان سعدنا بيها، والناس بدات تبعت رسائل في العيد. أيوة بطريقه الكمان ربي والحركات بتاعت يسرى، حفظوا الجمل وبقوا يقولوها. الحمد لله دلوقتي. الحمد لله. عايزه اقول لك ان انا كنت في دبي ورحت، كان عندي جوله كده اهوت، مش قادره احكي لك النجاح هناك كان شكله ايه، مش قادره احكي لك الناس كانت مبسوطه ازاي، مش قادره احكي لك بيحبوا الشخصيات اللي كانت موجوده قد ايه. اكيد اكيد، ويعني طبعا النجاح ده هيتوج بجزء تاني، انا عارفه ان انت بداتي فيه، وبرغم كده وقفتي وخدتي اجازه النهارده علشان تكوني موجوده لدعم مهرجان اسكندريه، وعشان تكوني مع النجم الكبير نور الشريف. بصي اساسا للامانه انا جايه الاستاذ نور، طبعا مهرجان اسكندريه ليه حتة في قلبي كده حلوة قوي، أيام ما كنا بنعرض دونتيلا أخدنا أحسن فيلم، ويمكن دي كانت آخر علاقتي بمهرجان اسكندرية. لكن مهرجان اسكندرية مهرجان جميل، ناس اسكندرية ناس جميلة جدا جدا، زواقة جدا جدا، أخلاقهم رفيعة جدا جدا. أنا جاي الأستاذ نور لأني أنا حافظة المدينة طول الوقت الأستاذ نور، كفنانة وكإنسانة وكصديقة. انتوا عملتوا مع بعض أحلى حياتنا. ده كفاية وجوده في حياتنا، كفاية وجود نور الشريف في حياتنا كفنان وكمثقف وكإنسان، ده بالنسبة لنا بيساوي كتير قوي. فأنا بس جاي أقول له مبروك، وجاي أقول له إحنا بنحبك، وجاي أقول له ربنا يديك الصحة وكل حاجة حلوة ويخليك لي.